كان للمرأة دور كتير كبير لتقف إلى جانب الرجل في المعارك، لتكون معه يد بيد لحماية الوطن، لمعالجة المصابين، حتى بحمل العتاد كان إلى دور. خلينا نحكي سوا عن دور المرأة إلى جانب رجال الجيش العربي السوري في المعارك مع سيادة النقيب كاترين سمرة. يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير. يسعد صباحك، كل عام وجيشنا الباسل بألف خير، ونعاد على قائد الوطن رمز الأم السيد رئيس الفريق بشار الأسد بألف خير. بهيدي المناسبة بعيد جيشنا الباسل عم نحتفل فيها بال 75، كما وصف القائد المؤسس حافظ الأسد، كانت نصر أكيد حققه الشعب، حققه بانتصار إرادته وبتحقيق مطلبه بأن يكون الجيش جيش الشعب المدافع عن أرض الوطن وإرادة الشعب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بالبداية خلينا نحكي، بعد حصولك على شهادة ثانوية قررتي أنك تنتسبي إلى الكلية الحربية للبنات، احكي لنا كيف قررتي وبداية الخطوات، بعدين خلينا نغوص بقلب الكلية كيف الحياة وكيف بتتدربوا أيضا. تم وضع حجر الأساس في الكلية العسكرية للبنات عام 1984، جاءت كإنجاز آخر من إنجازات القائد المؤسس حافظ الأسد الذي حاول أن يعطي المرأة حقوقها كاملة، فقال إذا كنا نريد النصر ولبلادنا أن تحقق النصر والأمان فلا بد أن تأخذ المرأة حقوقها كاملة. إلى جانب الحياة السياسية والاقتصادية التي كانت تعيشها المرأة، انضمت دخلت المرأة إلى السلك العسكري. تم نقل في عام 1000، فما أن اكتمل هذا الصرح الحضاري المتميز والبناء السكني حتى بدأت بدخول أولى الصف المستجد 2 كانون الأول عام 1987 إلى الكلية العسكرية للبنات، بعد أن تم نقل الكلية الصف المتقدم والصف المتوسط، الصف المتقدم والصف المتوسط الدورة الخامسة والسادسة من حمص إلى الكلية الحربية وإلى الكلية العسكرية للبنات. ثم عمل الكلية إلى استقبال الدورات، دورة صف الضباط، وبالإضافة إلى دورات الضباط يوجد لدينا دورة التأهيل العسكري المتقدمة ذكور وإناث، دورة التأهيل العسكري قيادي، ودورة قائد كتيبة وقائد سري، ودورة معاون قائد فصيلة. طيب نعم. ما جاوبتيني كيف بعد ما حصلتي على الشهادة قررتي انك؟ هاد كان حلمي انا منذ الصغار. انت من صغيرة؟ هاد حلمي كان اني انضم التحق بصفوف القوات المسلحة. ليه؟ كنت شوف على التلفزيون دعايات الكلية بعد الانتساب الكلية العسكرية للبنات. كمان نحن جيل تربى على حب الوطن والتضحية، وكنا نقرا عن كتب عن ابطالنا كيف دخلوا والبطولات وكيف حرروا وقدموا ارواحهم في ضل الوطن. كنت احب اني يصير مثلهم وامشي بنفس الطريق، وخاصه انه عندنا ارض محرره، ارض محتله، لازم نحررها وندافع عنها. أكيد. خلينا نحكي عن المهام اللي توكل للنساء رجال الجيش العربي السوري إلى جانب رجال الجيش العربي السوري. حضرتك نقيب وما يعني بتلاقي الأنثى رغم كل أنوثتها وجمالها هناك رجل بداخله، يعني يد بيد مع رجال الجيش العربي السوري، بيقولوا لك قد 100 رجال، أخت رجال طبعا. خلينا نحكي عن هي المهام اللي بتقوموا فيها، شو هي، كيف بتكون، قديش فعلا في تعب ومسؤولية ومجهود كبير بتقوموا فيه اليوم؟ طبعا كان للمرأة دور بارز، فهي المرأة العاملة والمنتجة والمرأة المربية الفاضلة، لعبت دور كبير في مقاومة الاحتلال الفرنسي حتى جلاء المستعمر عن أرض الوطن. جاءت ثورة الثامن من آذار وكرست وحددت الأسس والمفاهيم التي يقوم عليها المجتمع السوري، وكرست دور للمرأة في جميع المجالات. قامت الحركة التصحيحية والتي شكلت نقل نوعي وتوجها منفردا، حيث حققت شاركة المرأة في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستلمت مناصب وأماكن هامة في الدولة، ودخلت السلك الدبلوماسي. في عهد لقاء المؤسس حافظ الأسد شاركت المرأة جنبا إلى جانب الرجل، شاركت إلى جانب الرجل وقدمت العديد من التضحيات والفداء، وكان لها وشغلت منصب الوزير ونائب الوزير والمستشارة، وكان لها الشرف في الالتحاق إلى صفوف القوات المسلحة لتتدرج في الرتب العسكري، محتلة مناصب هامة، فشغلت منصب رئيس القسم، رئيس الفرع، ومدير الإدارة. في ظل هذه الحرب الشرسة وما تعرضت له المرأة من قتل واختطاف وتعذيب وقتل أجنة في حضون الأمهات، كانت رمزا في البسالة والبطولة والفداء، فكانت أم الشهيد وكانت أخته وكانت هي الجريحة نفسها. فشهدنا ما قامت به بنات الحرس
المقاتلات نزلت إلى الغوطة الشرقية وحماة وحلب وكل شبر من أرض سوريا كي تدافع عن عزتها ووجودها وكرامتها، فكانت القناص الماهر وكانت سائق الدبابة والقائد المداهم لكي تروي وتدافع عن شرفها وكرامتها. نعم كاترين، يعني أو سيادة النقيب كاترين، نحن كثير اليوم مبسوطين بوجود حضرتك معنا لك. ولكن خلينا نحكي، يمكن صار في كثير من قصص وبطولية عشتوها سوا مع بعض بأرض المعركة وفي التدريبات أيضا في الكلية الحربية، خلينا نحكي أكثر يمكن طبعا. عن أهم الأمثلة والبطولات. شهدنا ما قامت خلال الأزمة السورية، شهدنا ما قامت به بنات الحرس الجمهوري في الذين شاركوا في ساحة القتال مستخدمي جميع أنواع الأسلحة والعتاد الثقيل، فاقتحموا أوكار الإرهابيين وقتلوا الكثير منهم، والبعض الآخر كانوا قناصات تمركزوا في نقاط بارزة ومخيفة، وتم اغتيال البعض من الضباط أثناء توجههم إلى أماكن عملهم، وقد دمروا أيضا أحد الحافلات التي كانت تقل لهم إلى مراكز نقاطهم. طيب اليوم أنت كامرأة سورية سيادة النقيب كاترين، قديش بتحسي رغم كل اللي مرقنا فيه من ظروف صعبة، 10 سنين من الحرب ضد الإرهاب، ما زالت الامرأة السورية كلب وتصف تقف بالصفوف الأولى إلى جانب رجال الجيش العربي السوري للمقاتلة جنب إلى جنب هذا العدو، قديش بتحسوا عليكم مسؤولية؟ قديش بتحسي عليكي مجهود كتير كبير؟ أنت صبية بأول عمرك بدك تجيبي أولاد، قديش فعلا هي القيم والمبادئ والعقيدة بدك تمنحيها لأولادك تحكيهم بكرة هي اللي مرقتوا فيها سوا؟ أنا لما اخترت انضم لهيدا السلك العسكري، لما اخترت إني ألبس، كان إلي الشرف إني ألبس اللباس العسكري، كنت قيد هيدي المهمة. أنا قررت أختار وأحمل سلاحي بإيدي أنا مشان دافع عن الوطن جنبا إلى جانب الرجل. أنا لما انضميت لهيدا السلك العسكري بعرف في صعوبات، في إيجابيات وفي سلبيات، وواحد لازم بيكون منسق حياته على هذا الأساس. لما الرجل كمان نزل على ساحة الميدان، المرأة أخذت جانب من القسم الأعمال الإدارية للرجل. وأنا بنصح كل بنت سورية تنضم لجيشنا الجيش العربي السوري، وعلى كل أب وأم سوريين أيضا أن يشاركوا هذه مع الفتاة، لأنه نحن أمام عدو ناطر على حدودنا، ناطر أي فرصة حتى يعتدي علينا، ولازم كل واحد يكون عنده استعداد الكامل يقدم المال والنفس في سبيل الدفاع عن كرامة الوطن وعزته. نعم سيادة النقيب كاترين، يعني خلينا نحكي أكثر بالكلية الحربية، كيف بيتم التدريب؟ هي نفس التدريبات بالكلية الحربية للشباب ولا لا مختلفة؟ يعني في اختلاف ولا نفس التدريبات؟ احنا يمكن البعيدين بنفكر انه لا اخف بتكون لانه للبنات. لا، هي نفس الشيء، الكلية الحربية للشباب نفس الكلية العسكرية للبنات، التدريب نفسه ذاته، المنهاج كمان ذاته، ما بتتخرج البنت إلا ما تكون خاضعة على دور الصاعقة، ونفس التدريب. طيب خلينا نحكي كيف بتتدرج مراحل التدريب. أول شيء في عنا دورة، أول ما بتدخل البنت تدخل دورة صف مستجد، هون بتكون الدورة مختارة بطريقة تفهم على العناصر انه على البنات، بتراعي وضعهم او التحاقهم على البنات، بتراعي انه هدول بنات مدنيين جايين لجو عسكري مختلف تماما عن الحياه اللي كانت عايشتها قبل، بدها تراعي حالتها النفسيه، وبدها تكون شوي عليها بالرياضه مشان تبلش شوي شوي ما تضغط عليها بسرعه، وبتتدرج بعدين على الصف المتوسط على الصف المتقدم. الصف المتقدم ما بيتخرج قبل ما يعمل دورة صاعقة. هيدي هي. طيب نحن بنعرف انه النساء يمكن هن اكثر عاطفة من الرجال، قديش فعلا المرأة السورية بتقدر تتحكم بعاطفتها لما تكون هي جندي الى جانب رجال الجيش العربي السوري؟ في مواقف يمكن بتمروا فيها سوا، يمكن ما بتروح من بالك، بتتم ذكرى محفورة، ممكن هاي الحرب خليتك تخسري عزيزة على قلبك، تستشهد قدامك، هاي المواقف كلياتها كامرأة أنت قديش بتتعلمي من اليوم وقديش فعلا قادرة أنك تكوني بتحكمي بعاطفتك بهي الطريقة؟ المرأة وجودها في أي مكان بيعطيه طابع خاص. المرأة بطبيعتها غيورة صبورة،
المرأة بتحب المنافسة، بتحب التنظيم، الترتيب، المرأة مجتهدة، عندها قدرة تنسق بين عملها بين بيتها وبين عملها وتتحدى أكبر الظروف. صح تماما، يعني هي الرسالة. لا لا مو متحيزة، ولكن هي المرأة قادرة تتقمص أكثر من شخصية وتثبت جدارتها وذكائها بعملها. يعني بتكون الطبخة على النار والأولاد حدها، وبتكون مركزة بمية قصة سوا. المرأة السورية طبعا تحية للمرأة السورية، لأنه هي مثال للصمود، للإرادة، وأهم شيء للعطاء. سيادة النقيب كاترين، يعني قبل ما نختم مع حضرتك، شو بدك توجهي كلمة أو رسالة لأي صبية حابة تنتسب للكلية الحربية؟ أنا بنصح أي فتاة، أي صبية تنضم لصفوفنا قواتنا المسلحة. هاد واجب علينا صار. نحن أمام عدو، عدو ناطر على البواب، ناطر أي فرصة حتى يعتدي علينا. وكمان على كل أب وأم سوريين إن يشجعوا أولادهم للانضمام إلى الكلية العسكرية للبنات. أكيد بدنا نشكرك سيادة النقيب كاترين سمرة، نوجه تحية لجميع النساء السوريات، لجميع النساء المقاتلات، لأنه يمكن خلال الأزمة أثبتت المرأة قديش فيها تقوم بأكثر من دور مثل ما قلتي. بنشكرك كثير. شكرا إليك، وبرجع بقول المهمة التي صدينا لأدائها ليست بمهمة سهلة، ليست بمهمة سهلة، وواجب علينا ندافع عن أرض الوطن، هذا وطننا، وتدافع المرأة ونحن كأمهات سوريات ورثنا عن او اجدادنا وابائنا حب الوطن والدفاع عنه، ورح نورث هذا الشيء لاولادنا. وان دائما رح نذكر اولادنا شو ما خسرنا، ما خسرناه سوف يعوض في الغد ان شاء الله. بينعاد عليكم بالف خير، اكيد ابطالنا انتم وفخرنا انتم. شكرا كثير لك. شكرا لك. اهلا وسهلا.